السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أوريكو إزاي نعمل برنامج بتاع إن إحنا يعني نقدر نعرف الأرقام بتاعة الناس الحالات الطارئة. يعني مثلا إحنا نكتب بوليس ستيشن، يقوم جايب لنا بوليس ستيشن رقم البوليس ستيشن. فأنا النهاردة هوريكو إزاي. ماشي، في البداية خالص في الكود احنا عايزينه يعرف احنا هندخل ايه. احنا هو في البداية خالص يعني هيسألنا احنا هندخل ايه. بنكتب variable x equal input ونقوم عاملين brackets double quotation علشان يطبق الحاجة، ونكتب who do you want to call، يعني احنا عايزين نتصل بمين. دلوقتي احنا كتبنا who do you want to call، بعدها احنا عايزين نعرف هو الحاجات التانية بقى الحاجات اللي احنا نقدر نتصل بيها. هنقوم عاملين variable اسمه ايه equal، هنقوم عاملين brackets من غير double quotation علشان نعرف احنا نقدر نتصل ايه، ونقوم كاتبين police station. احنا دلوقتي كتبنا بوليس ستيشن ونكررها دي في حاجات تانية كتير. وعايزين مثلا ايه تاني؟ فاير ستيشن. و امرجنسي ونكتب الامبيولانس سنتر. احنا كده كتبنا الحاجة. احنا دلوقتي هنكتب الامرجنسي نمبرز بس الاول لازم نغير الفاريبلز عشان ما ينفعش الفاريبلز تكون زيها زي بعض. كده غيرنا اسامي الفيروس، علشان لو حد كمل بعدينا في الكود لازم يعرف الحاجات بتاعت التفاصيل، يعني هنا احنا عاملين ايه وهنا عاملين ايه. فاحنا هنا هنحط نوت ان احنا هنا هنعرف البرنامج الامرجنسي نمبرز اللي هي الارقام بتاعت النجدة. احنا هنا هنعرفه ازاي يعرف. كتبنا الامرجنسي نمبرز. دلوقتي هنعرف بقى برنامج، هنقول له اف
قصدي ايه. هو كده عرف احنا هو ايه. احنا هنا قايلين له لو احنا دخلنا في الاكس ايكوال ايه، يعني لو ايه هي نفس اللي احنا كتبناه في ايه، هو نفس اللي احنا كتبناه في الاكس ايه، هو هيقوم مطلع لنا الرقم اللي هو، بس الاول لازم نقول له يطبع الرقم. عاملين نكتب print ونكتب الرقم اللي هو، ولازم نحط double quotation. double quotation دي بتطبع الحاجة زي ما هي. رقم 180 ونعمل نفس الكلام في كله. بس انا هنغير الاسامي. الفيروس وانا هنغير الاسم. الرقم هيكون 1 هنا جايب لنا الفاير ستيشن 180 وهنا البوليس ستيشن اسمه سين وهو الامرجنسي. والامرجنسي 122 واخر حاجه اللي هي الامبيولانس سنتر. هتبقى 123. بس احنا بنشغل رن هو هنا هيقول لنا ايرور، علشان احنا هنا الايه البوليس ستيشن هنا هيقول لنا الايرور فلاين تو. احنا الايرور ان احنا ما حطيناش دبل كوتيشن.
احنا كده عملنا الدبل كوتيشن. هنا في ايرور تاني في لاين 21. وفي نفس الايرور في لاين 25 وفي كل لاين دي اهو. كده صلحنا كل الايرور. هو سألنا دلوقتي who do you want to call، فاحنا مثلا نقول له police station. police station كتبنا police station، بس لازم نحط space علشان هنا احنا حاطين هنا space. ماشي نعمل ران تاني. هو سألنا هو بوليس ستيشن. كتبنا بوليس ستيشن طلعنا 180. بس هو ممكن الواحد يقوم يتصل بأي حد، جايب حد أي حد تاني، فاحنا نقول له الاختيارات اللي هو ممكن يتصل منها. ممكن تكتب print screen print، وحاطين double quotation علشان يعمل print للحاجة دي، حاطين brackets تانية وكاتبين فيها الاختيارات هي police station. police station وور اور فاير ستيشن. بس لازم نعمل سبيس ما بين كل واحد. اور امبيولانس سنتر. كده كتبنا الاختيارات ويطبعها لنا. هو police station or fire station or ambulance center or emergency. وسألنا who do you want to call، قلنا له fire station. انتر 1 2. لو احنا كتبنا له الرقم غلط، الحاجة الاسم غلط، كتبنا فاير بس مثلا، مش هيطلع لنا حاجة لان ده مش متعرف عنه. دلوقتي احنا كده عملنا الابليكيشن اللي هو بتاع ارقام النجدة. لو انت الاسعاف او النجدة او الشرطة او المطافي، فإيه لو انت احتجته؟